ان شاء الله. طيب دكتور، لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وقال انا قدمت والطلب بتاعي اترفض، ما اعرفش هو اترفض ليه، هل انتوا بتتواصلوا مع الناس تعرفوهم طلبك اترفض ليه، ناقص ورق مثلا، او المحافظه بتاعتك قدامها كذا؟ احنا دلوقتي في المرحله الاولى زي ما حضرتك قلت 7 محافظات، تمام، باقي المحافظات هتبقى امتى؟ طيب ناخد الشق الاخير، ان باقي المحافظات احنا هناك تكليفات رئاسيه بتوسيع قاعده المشاركه للمواطنين في المبادره، وبالفعل جاري تجهيز باقي المحافظات على مستوى الجمهوريه، وعما قريب ان شاء الله سوف يعلن عن بعضها للمشاركه في هذه المرحله. ولكن بنطمن اهالينا ان المبادره مستمره بغض النظر عن مسمى المرحله، ربما ان المرحله الحاليه مقدر لها 3 سنوات، ولكن المبادره مستمره ان شاء الله. يعني المقصود ان احنا بنرد على الناس نقول لهم ان المحافظه بتاعتك لسه ما جيش دورها، بالظبط، عشان هو يطمن او يعرف ان هو الناس مهتمه بالطلب بتاعه، بيرد عليه في هذا الاطار وبيعرفه. وعندنا صفحه موجوده على الفيسبوك بيتم التعامل مع المواطنين والرد على اسئلتهم بصفه مستمره. الشق الثاني اللي حضرتك سالته في السؤال الاول، ان ليه الطلبات بتترفض او لما يترفض بيتم اعلامه؟ بالفعل المواطن بمجرد تسجيله على الموقع الالكتروني وبياناته صحيحه بيطلع له رقم طلب، هذا الرقم بيتعامل معاه على الموقع بصفه مستمره، ومن حقه الاستعلام في اي وقت عن موقف طلبه. وبالتالي في حاله ان ظهور اي رفض او طلب منه استكمال بيانات او مستندات بتطلع له رساله وتقول له ان مطلوب منك عمل كذا او مطلوب تقديم مستند الفلاني، وبالفعل المواطن بيستطيع رفعه على الموقع مره اخرى لاستكمال اجراءاته. عظيم جدا.